سي مصطفى بن جعفر في لقاء مع مجموعه صحفيه في باريس مؤخرا صرح السيد بيجي قايد سبسي رئيس حركه نيدي تونس نهايه حكم الترويكا، وقال عمليا هي نهايه حكم النهضه، لانه هو وبعض الناس اخرين وبعض المحللين يقولوا حزب التكتل وحزب المؤتمر مهم الا اتباع لحركه النهضه، يقول نهايه حكم الترويكا كانت خير على تونس لانها وضعت حد لسنتين تراجعت خلالهما تونس قرنين، وقال اللي حكم النهضه كان كارثي. هذاش قال مؤخرا، شنو رد؟ والله هذا احنا سي الباجي نحترموه ونقدروه، اما ما يلزمش انسان يفقد الذاكره. اولا اذا كان يقول السنوات هذه 2012 و2013 كانت سنوات كارثيه، شنو يقول على 2011؟ مو انسان لازم يقارن الشيء بالشيء، وهذا مش من باب اللوم. بعد ثوره تفكت اجهزه الدوله، ولا انسان وقت يخرج من داره الصباح ما يعرفش هل ترى باش يروح ولا لا، هو واولاده زوجته عائلته الى غير ذلك. عشنا كلنا الظرف هذا ونعرفوا الصعوبات اللي عشناها، ونعرفوا شنو هي الصعوبات اللي واجهتها الحكومه الاولى والثانيه والثالثه، يعني في المرحله الانتقاليه الاولى. ماناش باش نلقيو عليهم كل الامور معناتها اللي مشات واللي ما مشاتش، لكن سنه صعبه، نسبه النمو 2 تحت الصفر المره الاولى في تاريخ تونس تقع المساله هذه، لكن هذيك هي الظروف. ربما وقعت اخطاء، ما كانش العباد مهتمه بالاخطاء. وقت اللي جات الفكره نتاع انتخابات بفضل تضحيات نتاع الشباب اللي هبط في قصبه اولى وقصبه 2 اللي طالبوا بالدستور، ما كانتش هذه الفكره في الاول. كانت باش نواصلوا بالدستور القديم وننظموا انتخابات رئاسيه في 60 يوم بعد هروب بن علي. شنو اللي غير؟ غير صمود الشباب والمجتمع المدني والاحزاب الى غير ذلك باش وصلنا للانتخابات. من بعد بالطبع الوضع هو بيده، الصعوبات هي بيدها، وزاد عليها العامل الارهاب. بالطبع يعني واحد ينجم يقول الارهاب جابته النهضه ولا جابته الترويكا، علاش كنت جد الحكايه هذه؟ خي احنا عملنا مالي الشيء اللي وقع في مالي، احنا عملنا الشيء اللي وقع في ليبيا على الحدود نتاعنا، معناتها بلاد اليوم السلاح يحوس فيها كما الكاكاويه. يعني يلزم انسان النهضه هي في الحكم مع التكتل ومع المؤتمر، ماهوش مسؤوليه مانيش لكن هي اللي جابت الارهاب. هذا الشيء يتقال توا. وقت الانسان يقول خلينا البلاد في حاله كارثيه، معناتها البلاوي الكل احنا اللي جبناهم، هذا مش صحيح. ظرف عالمي، ازمه اقتصاديه عالميه.